المنشآت الطبيعية. بحيرة ويوان بإقليم خنفرة وجهة تستقطب عددا مهما من الزوار، مميزاتها ومؤهلاتها تجعل منها نقطة جذب لعشاق الطبيعة. روبورتاج المهدي محب وأحمد الفضيلي. هنا تستعرض طبيعة الأطلس أقوى إبداعاتها، مزيج ساحر من الماء والأشجار والطيور شكل لوحة فنية تستأثر باهتمام زوار كثر. بحيرة ويوان فضاء يطبعه الهدوء والسكينة، مناظر خلابة تجذب عشاق الطبيعة من مختلف مدن المملكة. تمتاز مناظر خلابة وتنوع البيولوجي ديالها، وكنتمنى نعود نزورها مرة أخرى. نقصد هذه البحيرة ديال ويوان لأنها كتمتاز بالهدوء وكتمتاز بهاد المياه هادو وبهاد الأشجار، وكنجيو نشوفوا الطيور ونساو الهموم ديال السيمانة كاملها. بحيرة ديال ويوان تقدر تزورها على طول السنة في جميع الفصول، الشتاء في الصيف في الخريف، وكتعجبني حيت فيها الهدوء، الجو نقي، وكيزورها الناس من جميع مناطق ديال المغرب كله كيجيو ليها. على بعد 50 كيلومترا من مدينة خنيفرة شاءت الطبيعة أن تنسج جمالا في أبهى تجلياته. بحيرة ويوان خير فضاء قد تصادفه في رحلاتك الاستكشافية. تنديروا الرحلات الاستكشافية في الطبيعة، وهذه المرة هذه جينا المنطقة ديال الأطلس المتوسط. جاءوا معنا مشاركين من مختلف المدن، من الرباط، الدار البيضاء والجهة ديال الجنوب، وصراحة تبهرنا بالجمالية ديال هذه المنطقة هذه والروعة ديال الطبيعة اللي هي الساحرة جدا. حنا جينا أنا وخوتي من هولندا وجينا المغرب باش ندوزوا عطلة في أسرو، واليوم جينا هذا المكان جميل جدا وعجبنا. الناس ديالو مزيانين الحمد لله، والمغرب ديالنا الحمد لله راه زوين بزاف، وكنتمنوا باش نرجعوا في الصيف لهذه المنطقه ان شاء الله. زياره بحيره ويوان لا تحلو دون تناول وجبه لذيذه طهيت على مهل، والتنزه بين اشجارها والقيام بجوله عبر القوارب الصغيره. فضاء بميزات عديده وواحد من الاماكن الطبيعيه الخلابه التي تزخر بها المملكه المغربيه.